بسم الله الرحمن الرحيم العالمين وبه استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتطرق إلى الحلقة الثانية المتمثلة في تحليل وضعيات عن التحليل الكهربائي البسيط. فلدينا هذه الوضعية، قام سمير بتحضير محلول كلور النحاس الثنائي بإضافة الماء المقطر لبلوراته، ثم قام باختبار ناقلية المحلول وذلك بتحقيق الدارة الكهربائية، وغمس أو غمر مسريان من الفحم داخل المحلول كما تبينه الوثيقة 2، الوثيقة المقابلة. أولا أكتب الصيغة الإحصائية لبلورات كلور النحاس الثنائي، ثم الصيغة الشاردية لمحلوله. 2 أرسم الدارة النظامية الموافقة لتجربة سمير. ثالثا ماذا يمثل كل من المسرى A و B؟ إذا نناقش الفقرة الأولى ثم ننطلق إلى الفقرة الثانية. إذا فالصيغة الإحصائية أو الجزيئية لبلورات كلور النحاس هي CuCl2. إذا هذه الصيغة الإحصائية أو الصيغة الجزيئية. ثم قال الصيغة الشاردية، لم نكتبها لكن ستأتي لاحقا في المعادلات، الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس الثنائي هي Cu2 زائد 2Cl ناقص. نمر إلى رسم الدارة النظامية، تكون بهذه التمثيل النظامي لهذه التجربة، فقط أننا لم نرسم المصباح، نستطيع أن نضع المصباح في أي جهة، في هذه الجهة أو في هذه الجهة. عندما نغلق القاطعة ماذا يحدث؟ إذن قال أرسم ماذا يمثل كل من مسرى A و B. فنتابع، المسرى A متصل بالجهة السالبة، هنا في البطارية لا تظهر بشكل جيد، لكن على ما أعتقد هذه هي الجهة السالبة، يعني هذا الطرف هو السالب وهذا الطرف هو الموجب، وبالتالي يصبح الـ A هو الجهة السالبة وB هو الجهة الموجبة، لا عليه، فيكون A هو المهبط والB هو الموجب مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية. إذن هذا بالنسبة للتسمية. الفقرة الثانية قال خلال التجريب لاحظ سمير انطلاق فقاعات، قلنا خلال التجريب لاحظ سمير انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين وترسب مادة حمراء على المسرى الآخر. ألف حدد المسرى الذي انطلقت عنده الفقاعة الغازية والمسرى الذي ترسب عليه المادة الحمراء. إذن فالمسرى الذي تنطلق عنده الفقاعات الغازية هو المصعد. هو المصعد بمعنى المسرى B. لماذا؟ لأن الفقاعات الغازية ناتجة عن الكلور ناتجة عن تحول شوارد الكلور إلى جزيئات الكلور، وجزيئات شاردة الكلور بما أنها سالبة فتنجذب إلى المصعد، إلى المسرى المخالف لها، إلى المصعد الموجب، في حين أن شوارد النحاس الموجبة تنجذب إلى المهبط المخالف لإشارتها. إذن فنشرح، قال حدد المسرى الذي انطلقت عنده الفقاعات الغازية. إذن فالمسرى قبل ذلك ماذا يمثل كل من المسرى A و B؟ قلنا المسرى A هو المهبط والمسرى B هو المصعد. إذن فالمسرى الذي تتصاعد عنده الفقاعات الغازية قلنا هو المصعد، والمسرى الذي تترسب عليه المادة الحمراء هو المهبط. ثم بعد ذلك يقول اشرح لسمير العملية التي حصلت لمحلول كلور النحاس الثنائي. إذن ما حدث في هذه التجربة هو التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس الثنائي. إذن فهذا التحليل هو عملية تحول للأفراد الكيميائية، يعني الشوارد تتبادل الإلكترونات فيما بينها عن طريق الدارة الكهربائية، وبالتالي تتحول إلى ذرات، فذرات الكلور تتحد مثنى لتشكل الغاز الذي ينطلق في الهواء، ومعدن الأحمر هو معدن النحاس الذي يترسب على المهبط. بعد ذلك يقول بين مدلول ما لاحظه سمير بجوار كل مسرى. إذن نفسر ما جرى بجوار كل مسرى. مثل ما ذكرنا عند المهبط تنجذب شاردة النحاس بفعل القوة الكهربائية للمهبط فيجذبها نحوه لتأخذ الإلكترونين الناقصين، فالمهبط غني بالإلكترونات، ف
فتأخذ كل شاردة نحاس منه إلكترونين وتتحول إلى ذرة، وبالتالي تترسب ذرات النحاس على المهبط مشكلة لنا معدن النحاس وهو المادة الحمراء التي ظهرت. عند المصعد، أو يمكن أن نعبر ذلك في لاحقا بالمعادلة النسبية، عند المصعد كل شاردة كلور تنجذب كل شاردة كلور إلى المصعد. المصعد ذو إشارة موجبة، يعني هو لديه نقص في الإلكترونات، فشاردة الكلور لها إلكترون زائد، بمعنى هي لديها فائض في الإلكترونات، فبالتالي تنجذب نحو المصعد ويأخذ منها هذا الإلكترون. كل شاردة كلور تتخلى عن الإلكترون الذي ليس لها لفائدة المصعد وتتحول إلى ذرة كلور مثل ما ذكرنا، فكل ذرتي كلور تتحدان مع بعض وتشكلان جزيء الكلور الذي يتصاعد على شكل فقاعات غازية. إذن بعد ذلك يقول لنا عبر عما حدث بجوار كل مسألة بمعادلات كيميائية نسبية ثم معادلة إجمالية. إذن نعبر عن هذا التحليل الذي حدث بمعادلات كيميائية. إذن فعند المهبط مثل ما ذكرنا شاردة النحاس الثنائية Cu2 زائد تأخذ من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة النحاس. إذن هذا التفسير المجهري والمنمذج بمعادلة لما حدث عند المهبط. عند المصعد يحدث العكس، تنجذب شاردتي الكلور 2Cl ناقص وتتحول إلى جزيء الكلور Cl2 بعدما تفقد إلكترونين لفائدة المصعد. إذن فهذا التفسير المجهري والمنمذج بمعادلة نسبية لما حدث بجوار المصعد. ثم يطلب منا أن نكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل. إذن الذي حدث مثل ما ذكرنا هو التحليل الكهربائي البسيط لكلور النحاس وفق المعادلة التالية Cu2 زائد زائد 2Cl ناقص تتحول إلى معدن النحاس Cu صلب الذي يترسب زائد Cl2 غاز الذي يتصاعد في الجو. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم، ولنلتقي بإذن الله في الحلقة الثالثة لهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.